ماشي. ازيكم يا اولاد؟ تمام الحمد لله. ايه اخبار المحاضرات؟ كويسه. من فضلك ممكن استعمل موبايلك؟ لان موبايلي فصل، عايز اعمل مكالمه. مفيش مشاكل، اتفضل. شكرا. مين ده؟ مش عارف، شكله دكتور جديد في الجامعه. ايوه يا زياد. انا مش زياد. امال انت مين؟ فين زياد؟ جرى له حاجه؟ زياد بخير، بس احنا حبينا نصبح عليك ونقول لك ان مفيش حد بعيد عندنا. قدامك اسبوع، لو الفلوس ما جاتش هتقول له واحد. انتوا مين؟ لما تجيب الفلوس هتعرف. طب افرض جبت الفلوس، هوصل لكم ازاي؟ ايوه اهو كده بدانا في الاسئله المهمه. هبعت لك رقم حساب بره تحول لي عليه المبلغ. ما تخلينيش اتصل بيك تاني، لان المكالمه الجايه هتبقى البقاء لله. عارف لو حد مس شعره مز... معلش يا حبيبي، موبايلك فصل فجأه. اشكرك جدا، شكرا. عفو. ايه اللي فصل ده؟ معرفش، هفتحه. ايه ده؟ ده مكلم رحيم. ايه؟ رحيم؟ ازاي يعني؟ معرفش. الو الو. ايوه زياد، انت كويس؟ انا كويس. مين اللي كان بيكلمني من تليفونك ده؟ معرفش. هو جنبك؟ لا، اداني التليفون واختفى. وانت بتدي موبايلك لاي حد كده يتكلم منه؟ افتكرته دكتور في الجامعه. ثم انا اصلا اللي عايز اسالك، مين الراجل ده وبيكلمك من تليفوني ليه؟ طب بقول لك ايه؟ ما تتحركش من عندك، انا جاي لك دلوقتي. مع السلامة. خير يا رحاب؟ اديني جيت. ممكن اعرف اخر اللي احنا فيه ده ايه؟ من غير هري كتير. احنا رغينا في الحوار ده قبل كده. يا رحاب، اوضتي الجاهزة مما جميعه، واوضتي العيال. انا مش مانع. انا موافقة. بس اتطلق اللي انت اتجوزتها عشان تقهرني دي، وساعتها ارجع لك. لا، طلاق مش هطلق. ايه ذنب المسكينة يعني؟ يا سلام يا سيد، انا فاهمك كويس قوي. انت كل اللي همك انك تكسر رحيم باخته. يا سيد، انا عايزاك تنسى رحيم خالص وتطلعه من دماغك. بصي لنا، انا رحاب. رحاب حبيبتك يا سيد. رحاب حبيبتي. اهلا اهلا وسهلا حبيبتي. كنت فين يا حبيبتي لما اخوك طردني من المركب واخد شقه عمري؟ لما جوزك ساب القصر وعاش بره، جيتي ورايا؟ يا رحاب انا زهقت. زهقت يا رحاب بقى. اتكلمنا في الموضوع ده كتير، عايزه تيجي؟ تعالي، انا مش ممانع. يا سيد، ما ينفعش الكلام بالطريقه دي. انا جايه لك وبترجاك نرجع زي الاول. طالما رحيم رجع وبقى في وسطينا، مفيش حاجه هترجع زي الاول. وعيالي يرجعوا لي يا رحاب، والا قسما بالله ارفع عليكوا قضيه. وعلى فكره هاخدهم، هاخدهم. عارفه ليه يا حبيبتي؟ علشان عايشين مع ابوكي واخوك السوابق واخوك الشام الشمام. وهون عليك يا سيد؟ اهون عليك؟ توقف ام عيالك قدام المحاكم؟ انت عارف انا بحبك قد ايه؟ خلاص يا رحاب، اثبتي لي حبك. تعالي عيشي مع جوزك وابو عيالك. طلقها وانا اجيلك. طلقها طلقها. اوه، طلاق مش هطلق. انا قلت لك اللي عندي يا بنت الناس. عايزه تيجي اهلا وسهلا، مش هتيجي انا هاخد عيالي وبالقانون وبيخلي ابوك واخوك ينفعوك يا حبيبتي. سلام. يعني ايه واحد يخش الجامعه كده من غير ما حد يساله انت مين ورايح فين؟ ايه؟ وكان غير بواب؟ وكمان يتعامل مع الطلبة ويهددهم؟ احنا فين هنا؟
حضرتك شفته في الكاميرات، احنا مش لاقينه حضرتك في الكاميرات خالص. نعم وده رد. يعني ايه مش لاقينه؟ نط من على السور. اهدى بس حضرتك، احنا جامعه كبيره والشباب كلهم كبار، وبعدين مش اطفال صغيرين في حضانات عشان نعلق لهم كاميرات في كل حته. وبعدين ليه زياد ما اتاكدش من الشخص اللي كان بيكلمه؟ هو زياد مش صغير برضو حضرتك؟ اه عندك حق. ما احنا المفروض قبل ما نبعت لكم ولادنا نعلمهم ازاي الاول يبقوا مخبرين عشان يتعاملوا مع النشالين والحراميه. لازم تعرف يا استاذ ان ده دورك. انت بتاخد مرتبك من المصاريف اللي احنا بندفعها بالدولار. حضرتك انا ما قلتش كده، انا بقول. قول لي ولا اقول لك. خلصت على كده. ولو انتوا مش عارفين تحموا ولادنا احنا هنعرف ازاي نحميهم. يلا زياد. 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 تعال اوصلك. قلت لك مش هروح معاك. زياد ازاي تتكلم معايا بالاسلوب ده؟ يعني ايه مش هنروح معايا؟ من ساعة ما جيت واحرجتني في وسط الناس. انا احرجتك؟ اه. وبعدين انا المفروض اللي اسألك مين الراجل ده؟ وانا لو كنت اعرفه كنت جيت هنا؟ يا سلام، هيكون مين يعني غير واحد من البلطجية وتجار الفلوس اللي انت تعرفه وبيساومك بيا؟ انت ايه اللي انت بتقوله ده؟ عارف انت ايه مشكلتك؟ مشكلتك انك فاكر ان احنا لسه صغيرين زي زمان قبل ما تخش السجن. بس احنا عقلنا وكبرنا، لكن انت صغرت قوي في عنينا. خلاص ضاقت بيك الدنيا ريم بنت صاحبك عشرة عمرك يا اخي، دي كانت مفكراك ابوها، مكنتش بتتكلم في الدنيا على حد غيرك. امشي امشي وانسى اني ليك ابن اخت، وانا كمان هنسى ان انت كنت ابويا. انت اخر واحد كنت فكر انه يشوفني كده. كنت تصدق برضه يا زياد ان خالك هيخون صاحبه وبنته؟ طب قول لي كدبني يعني؟ ما هو يا إما أنت يا إما هي. امشي. هشام عايزك تشوف لي جارد يمشي ورا زياد زي ضله في الجامعة في كل حتة، فاهم؟ أنا عارف إن حضرتك مستغرب المقابلة دي، بس في حاجة مهمة وصلت لها ولازم أخد رأي حضرتك فيها. ما رحتش بيها ليه لمحمود بيه؟ اولا عشان سيادتك اللي طلبت مني الحاجات دي قبل ما تسيب الملف. تاني حاجه انا شايف ان سيادتك اولى بكل المعلومات دي. اللي هي ايه؟ ده ملف فيه اسماء مديرين البنوك والمحاسبين اللي اتحقق معاهم بخصوص تهريب الفلوس بعد الثوره. عزت منصور وفي خمسه كمان اتفصلوا زيهم، بس ما همش اي علاقه بيه ولا حتى عمرهم قابلوه. في اتنين منهم بقى كملوا بعد كده شغل عادي لحد ما سابوا الشغل. وسابوا الشغل ليه؟ مراد سيد رفاعي مات في حادثة عربية من سنة ونص، وفي نفس السنة ممدوح سيد خرج من بيتهم واختفى، ما رجعش تاني ومحدش يعرف أي معلومات عنه. حاجة حلوة أوي. الأول مات والتاني انتحر والتالت اختفى. إيه الجمال ده؟ وبرضه مش هو ده يا فندم اللي كنت جاي لك عشانه. كل المعلومات دي أنا كنت عارفها من زمان. الغريب في الموضوع إن أسر التلاتة دول متعين عليهم مراقبة من عندنا من الداخلية. طلب المراقبة ده خرج بتوصية من المكتب اللي هو صادق شخصيا. اتلعبت علينا. رحيم يدخل السجن عشان يبقى في حماية من نظام عايز يمحي كل أوراق فساده. وبعد ما الأوضاع استقرت يخرج ويعيش حياته. وده يفسر صعود رحيم السريع. بس يا فندم الاستنتاج ده يخض قوي. ما ينفعش حتى نفكر فيه غير لما يكون معانا دليل قوي.
هو ده اللي هندور عليه يا خالد.